حضر الأخ المقدم إبراهيم الحمدي رئيس مجلس القيادة والقائد العام للقوات المسلحة في يوم 13 يونيو الماضي المهرجان الرياضي الذي أقامته إدارة التدريب العسكري. واشتركت فيه أفراد من وحدات القوات المسلحة والأمن والمدارس العسكرية. وشهد الحاضرون بعد ذلك أروبة للوحدات المشتركة في المهرجان واستعراضات رياضية وفروسية شيقة. تجمعت الوحدات المشتركة بعدها في شكل طابور أمام المنصة الرئيسية. ثم ألقى الأخ رئيس مجلس القيادة كلمة جاء فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أخواني أبطال القوات المسلحة والأمن في كل مكان وفي كل موقع، أحييكم تحية الإسلام، تحية السلاح، تحية الواجب. إننا نحتفل اليوم لنبدأ الطريق لبناء المستقبل. إن الدماء التي قدمتموها قربانا من أجل الحرية ليست إلا الشيء القليل في خدمة هذا الوطن، وليس لي من شيء أقوله سواء أن تعدوا أنفسكم للبناء والدفاع عن هذا الوطن وعن كل شبر، لأننا بهذا نكون قد حققنا شعار الجيش للحرب والإعمار. لقد بنيتم جسرا قويا، وذلك لنعبر الطريق إلى المستقبل. فأنتم قد قمتم بشكل الكثير من الطرقات بسواعدكم القوية، واسمحوا لي أن أحيي باسمكم جميعا كل شعب اليمني في الداخل والخارج، وأؤكد لكم في الأخير أننا ماضون في سبيل الإصلاح والتصحيح مهما وجدنا من الصعوبات. أشكركم وأهنئكم، والسلام عليكم ورحمة الله. هذا وقد اختتم المهرجان بالسلام الجمهوري.